السلام عليكم أعزائي المشاهدين، كيف حالكم جميعا؟ أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد، وهو عن أكثر الحيوانات وفاء وإخلاصا للإنسان منذ القدم. فكانت الكلاب منذ القدم رفيقا مساعدا للإنسان، كما كان دفاعها عنه ضد أي خطر يهدده جعله يقتنيها لحراسة البيت والعائلة والممتلكات الخاصة. ولكلاب الحراسة أنواع كثيرة ومنتشرة، ولقد جمعنا لكم 40 نوعا من أفضل كلاب الحراسة حول العالم، وسنذكر لكم بعض صفات كل نوع باختصار. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة، ونبدأ على بركة الله. رقم 1. كلب الهاوند الفرعوني، وهو أحد أقدم سلالات الكلاب، وموطنه مصر القديمة، حيث كان يستخدم لصيد الظباء والطرائد الأخرى. وقد وجدت أشباه تلك الكلاب على جدران المقابر الفرعونية. وقديما أحضر الفينيقيون كلبا فرعونيا إلى جزيرة مالطا، حيث استوطنها حتى العصور الحديثة. والكلاب الفرعونية كلاب ملساء، يبلغ طولها ما بين 53 إلى 70 سنتيمترا عند الكتف، وتزن بين 15 إلى 23 كيلوغراما. ويتميز بفروه القصير المنبسط اللامع، ولونه أحمر قاني مائل للصفرة. وللكلاب الفرعونية أطراف أصابع بيضاء في القدم، وعلى صدرها رسم أبيض مثل النجوم، وطرف ذيلها شبيه بالصوت وأبيض أيضا. وكثير من الكلاب الفرعونية لها خط أبيض أعلى منتصف الوجه، وعين الكلاب الفرعونية في لون الكهرمان. واشتهرت الكلاب الفرعونية باستخدام حاستي البصر والشم في الصيد، وتتحرك في سرعة ورشاقة، كما أن عضتها قوية جدا. رقم 2. كلب الماستيف التيبتي، وهو كلب ضخم جدا كثيف الشعر، من سلالة قديمة من الكلاب المحلية التي تعيش في المناطق الباردة في الصين ونيبال والهند، ويعرف أيضا باسم أسد الكلاب نظرا لحجمه الهائل وقوته. ويستخدم الماستيف للحراسة، وهو من أفضل كلاب الحراسة في العالم، ويتم تدريبها لحماية المنازل من الذئاب والفهود، ويستخدم أيضا في الصيد ورعي الأغنام والأبقار. وكلب الماستيف التيبتي أضخم كلب في العالم، حيث يصل وزنه إلى 99 كيلوغراما، ويتراوح طوله من 61 إلى 71 سنتيمترا، وهو أغلى كلب في العالم. ففي عام 2013 تم شراء ماستيف تيبتي لونه أحمر بقيمة 1.9 مليون دولار. رقم 3. كلب جبل البرنيز، أو كلب سان برنارد، وتسمى أيضا كلاب جبال الألب، ويعود أصله إلى جبال الألب السويسرية، فهو رمز خاص لسويسرا ويعيش في تيكية سان برنارد. ولقد تم تربيته من قبل رجال الدين أولا، مع ميزة أن يكون قادرا على حمل الأحمال، وأيضا ككلب إنقاذ يبحث عن المفقودين بين الانهيارات الجبلية. وإن أكثر هذه الكلاب شهرة وأسطورة هو الكلب باري، والذي من المفترض أنه أنقذ الكثير من الأشخاص. ولم تتلقى الكلاب أي تدريب خاص من الرهبان، ولكن كانت الكلاب الأصغر تتعلم كيفية إجراء عمليات البحث والإنقاذ من الكلاب الأكبر سنا. وكلب جبل البرنيز طويل القامة، عضلي للغاية مع ظهر قوي وعريض وأسنان حادة، وهو كلب حسن المظهر وهادئ تجاه الغرباء، ويهاجم فقط إذا لزم الأمر، ولهذا فهو كلب اجتماعي وعائلي جيد. ويصل وزنه من 64 إلى 82 كيلوغراما، ويصل طوله بين 71 إلى 76 سنتيمترا. رقم 4. البلدوغ الأمريكي، وهو سلالة كبيرة من كلب البلدوغ الإنجليزي القديم، ولونه كله أبيض أو أبيض مع بقع حمراء. وهو كلب ثقيل يتميز بعضلاته القوية للغاية، ولديه القدرة على القفز لمسافات بعيدة، ويتميز بأنياب وحشية، والتي كانت سببا في أن يستخدمه الأمريكيون في مزارعهم لاصطياد الخنازير البرية وحراسة ممتلكاتهم. ويمتلك قدرة عالية على تحمل الألم، وهذا ما يجعله يقاتل حتى النهاية إذا تمت محاصرته، فلا يستسلم بسهولة، فهو عند الغضب قد يظهر صفة العناد. ورغم ذلك فهو معروف بسلوكه اللطيف مع أصحابه، ويصل وزن الكلب الذكر منه بين 35 إلى 52 كيلوغراما، ويصل طوله بين 50 إلى 65 سنتيمترا. رقم 5. الكلب السلوقي، وموطنه الأصلي المملكة المغربية، ويعتبر من أسرع الحيوانات ذات الأربع قوائم بعد الفهد الصياد، حيث تصل سرعته إلى 80 كيلومترا تقريبا،
وهو أطول نفسا من الفهد إذ أنه يجري لمسافات طويلة دون تعب ويتحمل مشقة المطاردة في مختلف الظروف، حيث يساعده على ذلك احتفاظه بالسوائل في جسمه، لأن جلده يخلو من مسام العرق، حيث يتبخر الماء من جسده عن طريق الفم. وقد كان التجار العرب قديما يعتمدون على الكلب السلوقي في اصطياد الأرانب والغزلان نظرا لسرعته الكبيرة. رقم 6. كلب البيتبول. وهي من أكثر السلالات غدرا بالبشر، فهي تمتلك مزاجا مختلفا عن بقية الكلاب، ولا يمكن حتى لصاحبها أن يعكر مزاجها أو يمنعها من القيام بما تريده. وهو كلب هجين ناتج عن تزاوج العديد من فصائل الكلاب، وهو خطير لدرجة كبيرة، والكلاب الأخرى تخشاه وتخاف من الاقتراب منه، لأنه لن يتراجع عن القتال معهم، ويستمر في القتال حتى النهاية. ورغم شراسته وخطورته، إلا أنه من أكثر الكلاب وفاء لأصحابها، لكن في بعض الحالات قد يتخلى عن وفائه هذا ويظهر شراسته الكبيرة، ويعود سبب الانقلاب في مزاج هذا النوع من الكلاب لسوء التربية وعدم معاملته باللطف واللين والاحتفاظ به في أماكن موحشة، مما يؤدي لتغيرات عديدة في مزاجها. رقم 7. كلب التشاوتشاو. وهي سلالة من الكلاب التي تم تهجينها في الصين، واسمه يعني الأسد المنتفخ، ونشأت في السهوب القاحلة في شمال الصين ومنغوليا سنة 150 قبل الميلاد، فهو من أقدم الكلاب، وكان الصينيون يستخدمونه للزراعة والحرث، وكانوا يهتمون بغذائه وتسمينه ليتم أكله بعدها. ويمتاز هذا النوع بشكله الجميل وقوائمه الصغيرة وساقيه الخلفيتين المستقيمتين، ويولد بفرو كثيف يمكن أن يكون أملسا أو خشن، ويكون الفرو حول الرقبة سميكا. وبالرغم من شكله الجميل ومظهره الذي يجعله يبدو من كلاب الزينة، فهو يقضي معظم وقته بالحراسة، وهو لا يشبه أنواع الكلاب الأخرى، بحيث أنه يهاجم كل شخص لا يعرفه لحماية صاحبه، ولا ينبح خلال الهجوم. وبالرغم من كون تدريبه صعبا، لكنه من أفضل كلاب الحراسة بالفطرة. رقم 8. الدوبرمان. ويعتبره البعض نوعا من أنواع الكلاب الأليفة، وتتميز هذه السلالة بالنشاط والولاء، وتستخدم أحيانا ككلاب حراسة أو كلاب بوليسية، ولكن لم يعد ذلك شائعا اليوم، ففي كثير من البلاد تعتبر كلاب الدوبرمان واحدة من أكثر السلالات تميزا بسبب دورها الفعلي في المجتمع واهتمام وسائل الإعلام بها. ويتميز الدوبرمان بحجم متوسط، ويتراوح طول الكلب عادة بين 66 إلى 72 سنتيمترا. ويتميز الدوبرمان بجسد مربع الشكل، حيث يتساوى طوله مع ارتفاعه حتى الكاهل، كما أن رأسه وعنقه وأرجله مناسبين لحجم جسمه، وعادة ما يزن بين 34 إلى 45 كيلوغراما. وكلب الدوبرمان تم تصنيفه ضمن أكثر الكلاب عنفا ضد الغرباء، ويعتبر من أقل الكلاب عدوانية ضد صاحبه، ويأتي في المرتبة المتوسطة في العنف ضد الكلاب الأخرى. وعلى الرغم من ندرة مهاجمة كلب الدوبرمان للإنسان، إلا أن عضة الدوبرمان خطيرة للغاية. رقم 9. أكيتا. هي سلالة كبيرة نشأت في المناطق الجبلية في شمال اليابان، وهناك صنفان من كلاب أكيتا، سلالة يابانية وسلالة أمريكية. وتتميز السلالة اليابانية بقلة التنوع اللوني، في حين تأتي كلاب السلالة الأمريكية بجميع الألوان. ويملك كلب أكيتا فروا مزدوجا قصيرا، وكلب أكيتا هو سلالة قوية ومستقلة ومسيطرة، يتصف عادة بالحذر مع الغرباء، لكنه ودود مع أفراد العائلة. يبلغ ارتفاع الذكور البالغة عادة بين 66 إلى 71 سنتيمترا، وتزن بين 45 إلى 60 كيلوغراما. رقم 10. كلب الذئب أو وولف دوغ. ومنه كلب الذئب سارلوس وكلب الذئب التشيكوسلوفاكي، وهو أحد أنواع الكلاب الهجينة مع الذئاب، وظهر هذا النوع من الكلاب في هولندا سنة 1935، حيث اهتم المزارعون بتربية كلاب الراعي الألمانية، وقاموا بتهجينها مع الذئاب الأوروبية، فظهر هذا النوع من الكلاب الذي يتميز بالشراسة والقوة. ويتميز الذئب سارلوس بالحجم الكبير إلى حد ما، حيث يصل إلى 76 سنتيمترا في الكتف، والذئب التشيكوسلوفاكي يعتبر أقل في الحجم من الذئب سارلوس، لكنه يعتبر سريعا وشجاع، وله قدرة عالية على تطوير العلاقات، ولكن تدريب هذه الأنواع من الكلاب يستغرق وقتا أطول بخلاف باقي الأنواع. 11. كلب أوفيتشاركا.
أو الكلب القوقازي، وهو فصيل من الكلاب المنتشرة في عدد من الدول مثل أرمينيا وتركيا وأذربيجان وجورجيا، ويمتاز بحجمه الضخم وقوته الهائلة. وبالإضافة إلى ذلك فهو ذو نزعة هجومية شرسة، ويمكن أن يقاتل حتى الموت إذا ما شعر بتهديد حقيقي لصاحبه أو الممتلكات التي يحرسها. ويتراوح وزن كلب الأوفيتشاركا من 73 إلى 104 كيلوغراما، كما يتراوح ارتفاعه بين 64 إلى 78 سنتيمترا. ويمتاز الأوفيتشاركا ببديهته وردات فعله السريعة، بالإضافة إلى تفانيه في أداء مهامه. وكل هذه الخصائص تجعل منه كلب حماية من الطراز الأول. رقم 12. كلب نيوفاوندلاند، والذي غالبا ما يطلق عليه أيضا كلب الإنقاذ. وكلب نيوفاوندلاند تم تربيته في الأصل لاستخدامه للصيادين، ويشتهر بحجمه الضخم وذكائه وقوته الهائلة، فهو يتفوق في السباحة ومعروف بالإنقاذ في المياه بسبب قوته العضلية وفروه المزدوج السميك. وهناك العديد من الحكايات عن الشجاعة التي أظهرتها نيوفاوندلاند في المغامرات وإنقاذ الأرواح. رقم 13. كلب البوكسر، يسمى أيضا بالكلب الملاكم، وهو كلب تعود أسلافه إلى تهجين سلالة الماستيف الألماني والبولدوغ الإنجليزي، واشتهر هذا الكلب باستعماله في حلبات الثيران لدرجة أنه سمي بعضاد الثيران. وهو كلب قوي مليء بالعضلات ومحب جدا لأصحابه ومتفاني في عمله، ويستجيب للأوامر بشكل جيد. وكلب البوكسر جيد مع الحيوانات المنزلية الأليفة، وقد يصبح عدوانيا في بعض الأحيان تجاه الكلاب الغريبة أو الكلاب من نفس جنسه، ولا تكون عدوانية مهاجمة تجاه الغرباء إلا عند الخطر. فكلاب البوكسر اجتماعية للغاية، مما يجعل كلب البوكسر كلب العائلة بامتياز. رقم 14. كلب المالينو، وهي كلاب متوسطة الحجم إلى كبيرة، وتصنف على أنها مجموعة متنوعة من كلب الراعي البلجيكي، يتم استخدامه ككلب عامل للمهام، بما في ذلك الكشف عن المتفجرات والحرائق والمخدرات، ومهام البحث والإنقاذ في عمل الشرطة. ويبلغ طول الذكور حوالي 61 إلى 66 سنتيمترا، ويصل وزنه بين 25 إلى 30 كيلوغراما. رقم 15. كلب فيلا البرازيلي، وهو من أكبر سلالات كلاب الرعي، وهو كلب ممتاز للحراسة، ولكنه يتطلب مالكين من ذوي الخبرة بسبب سلوكها الذي لا يمكن السيطرة عليه. وكان في الأصل يستخدم لصيد الخنازير البرية وتعقب العبيد الهاربين، حيث أن لديه قدرة عالية على التتبع والمراقبة. وكانت هذه الكلاب قديما تمسك الحيوانات من العنق وتحتفظ بها حتى يصل صاحبها، ويصل وزنها لأكثر من 50 كيلوغراما، وطولها من 65 إلى 75 سنتيمترا. رقم 16. الكلب الدلماسي، أو الكلب المبرقش، وهو في الأصل كلب صيد استخدم من قبل الصيادين لصيد الطيور والثعالب والقوارض، وكان من أشهر الكلاب في هذا المجال بسبب طبيعته في جلب الفريسة بدون أكل جزء منها وعدم غرز أسنانه بها بشكل كبير، ويتميز بسرعته العالية. ولقد وجد نقش من اليونان القديمة يصور كلبا منقطا يركض وراء العربات، ويتراوح وزنه بين 12 إلى 32 كيلوغراما، وطوله يتراوح بين 53 إلى 66 سنتيمترا. وهو ذو فراء أبيض ونقط سوداء موزعة على الجسم بطريقة منظمة، ولكن قلما يتطابق كلبان. وهو ذو طبع ودود للغاية وذكي، وهو كلب نظيف بالفطرة ويحب النظافة. رقم 17. كلب السامويد. سامويد هو كلب من كلاب الزلاجات العاملة، ويتميز بشكل جذاب. يعود تاريخه للعصور القديمة لشعب السامويد، والذي كان يعيش في سيبيريا. وهذا الشعب استخدم كلبا أبيضا قويا لسحب الزلاجات، فأصبح هذا الكلب يحمل اسم سامويد، وهو كلب العائلة الذي لديه ولع بالناس، فيبتسم سامويد بالهدوء والطاعة، وخصوصا الأطفال، ولذلك يحب أن يكون حولهم. ويشتهر بجمال ابتسامته والتي تمتد من الأذن إلى الأذن، ويصل طول الذكر من 53 إلى 60 سنتيمترا، ويصل وزنه من 23 إلى 30 كيلوغراما. ويعتبر سامويد كلب زلاجة ممتاز، حيث يستطيع سحب أحمال ثقيلة ولمسافات طويلة، كما استخدم في صيد فيل البحر وفي حراسة القطعان، لكنه يميل للنباح بصورة متكررة. رقم 18. كلب أميستاف،
ويعرف بستافوردشاير تيرير أو الأركاني في بعض الأحيان، وهو من سلالة الكلاب الأمريكية القصيرة، ويبلغ وزنه حوالي من 23 إلى 36 كيلوغراما، وأقصى طول له 50 سنتيمترا من الكتف، ولديه مزاج جيد ولطيف، فيكون ودود في علاقاته مع الأسرة، وله أداء جيد مع الأطفال، ورغم ذلك وبسبب أنه ينتمي إلى كلاب القتال، فعلى صاحبه توخي الحذر منه جيدا. رقم 19. بول ماستيف، ويعرف باسم الكلب الليلي، فكان اللون المفضل منه هو اللون اللامع، حيث يعمل هذا اللون كتمويه أكثر فعالية خاصة في الليل، وهو سلالة كبيرة الحجم مع بنية صلبة، وطول ذكور بول ماستيف بين 64 إلى 69 سنتيمترا عند الكتف، ويزن 50 إلى 59 كيلوغراما، وهو كلب حسن التصرف في العائلة، يلتزم بالتدريب والتواصل الاجتماعي. رقم 20. بوير بويل، هو سلالة كبيرة من نوع كلاب الدرواس في جنوب أفريقيا، تم تربيتها بغرض حماية المنازل أو المزارع، وفي الغالب كانت هذه الكلاب خط الدفاع الأول ضد الحيوانات المفترسة، وهي مخلصة للغاية وتحمي مالكيها بشدة، ويتميز بضخامته، ومعروف عنه ولاؤه الشديد واهتمامه بحماية أسرته. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة، تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم والجزء الثاني من كلاب الحراسة. في أمان الله ورعايته.